أهلا بكم من جديد. ما زلنا مستمرين في تغطيتنا لمباراة الجولة 22، وفيها 6 سنوات قضاها نجران في الممتاز، واجه فيها الهلال أكثر من 12 مرة. واحد المصري يقرأ الأرقام بين الفريقين. 6 سنوات و5 أشهر هو الامتداد الزمني لمواجهة الهلال ونجران في مسابقة الدوري السعودي، أي منذ أن نجح أبناء الجنوب في التأهل للدرجة الممتازة كما كانت تعرف في عام 2007. البداية جاءت مثالية لنجران بالفوز على الهلال في الرياض ب30 سبتمبر 2007 بـ2-1، حمل توقيع جمعان سعيد والحسن اليامي. صالح فريق نادي نجران، الحسن اليامي بيحاول هدف ثاني. ورغم أن نجران كرر انتصاره في دوري 2008 بذات النتيجة، إلا أنه لم يعرف طعم الفوز بعدها على الزعيم. ولينجح الهلال بتحقيق انتصارين كبيرين على منافسه، سباعية لا رد لها في 20 ديسمبر 2008 في الرياض، أتباعها في أغسطس 2009 بخماسية أيضا في الرياض. تواصلت المسيرة الناجحة للهلال أمام منافسه حتى جاءت سداسية في أغسطس 2012، والقاسم المشترك في هذه الانتصارات الزرقاء تسجيل ياسر في كل منها. الحصيلة تشير إلى 13 مباراة بين الفريقين حتى الآن في الدوري، انتصر الهلال في 11 منها مقابل فوزين لنجران، بينما لم يحضر التعادل حتى الآن. أفضل هدافي الهلال أمام نجران هو ياسر القحطاني بوصوله ل8 مرات إلى شباك المنافس من أصل 37 هدفا للفريق الأزرق، بينما لا تزيد حصيلة أبناء نجران عن 8 أهداف كان نصيب الحسن اليامي 2 منها. آخر لاعب من نجران هز شباك الهلال كان السوري وائل عيان في ديسمبر 2012، بينما كانت كرة نيفيز في ذهاب الموسم الحالي آخر أهداف الهلال في مرمى نجران، وبها نال فريقه النقاط 3 في ملعب الأخدود. وحيد رزق، المصري، العربية. ومن الرياض مباشرة التحق بنا كابتن فيصل بوثنين الدولي السابق. كابتن أهلا بك معنا، شكرا لحضورك. كابتن، الأرقام كلها لصالح الهلال في التاريخ أمام نجران، لكن الهلال ربما يحضر بعافية ليست كاملة في هذه المباراة بعد خسارته أمام الشباب وتوسع الفارق بينه وبين النصر إلى 9 نقاط. مدى تأثير 9 نقاط هذه تحديدا على اللاعبين في هذه المباراة كابتن؟ مساء الخير بتال عليك وعلى مشاهد العربية. أهلا وسهلا. بلا شك بتال طموح الفريقين متفاوت، فريق نجران يصارع على الهبوط، فريق الهلال ما زال يتشبث ويتمسك بالأمل المتبقي وتسع نقاط، يتمنى تعثر النصر غدا أمام الاتفاق لكي يقرب الفارق بينهما. إضافة بالتالي أن الهلال تبقى له بطولتين مهمات، أيضا يهم الفريق أن يكون متماسك وبصورة فنية جيدة، أيضا أن يواصل نفس المستويات ونفس الروح، ليس حتى لو خسر الدوري ولكن حتى يكون الفريق جاهز للمسابقات والمنافسات القادمة. جميل. حتى لو لا سمح الله خسر بطولة الدوري، لابد أن الفريق يستمر بنفس العمل ونفس الأداء ونفس الرتم اللي كان يلعب فيه في السابق. نعم كابتن، مدى تأثيرها على نفسية اللاعبين فوارق النقاط بينه وبين المتصدر؟ بلا شك ممكن يكون لها تأثير نفسي. بلا شك لها تأثير، أي بكل تأكيد بتال لها تأثير كبير. فريق الهلال طبعا عندما يكون الفارق يعني كبير جدا وتعتمد في النتائج على الفرق الأخرى وليس على نتائجك أنت، يعني أنت تبحث عن هذه النقاط، هذا بلا شك يجعل اللاعبين يعني طموحهم أو يعني بحثهم عن الفوز يكون أقل، لأن 9 نقاط حقيقة لابد أن يتعثر النصر في 3 مباريات حتى تتعادل مع النصر، وبعد ذلك أيضا تتحكم في المباراتين المتبقيات اللي ممكن يفوز أو
وتفوق فيها، ومباراة النصر والهلال القادمة أيضا ستكون هي المفصل أو المحك والفاصل بين هذه النقاط التسع. لذلك هذه الأمور أعتقد أنها مؤثرة ومؤثرة جدا. لو كان الفارق يعني 3 أو 4 نقاط أو 5 نقاط من السهل أن يكون اللاعب يعني بروح معنوية، ولكن كما ذكرت أن اللاعب لابد أن يكون في نفسية ومعنويات أيضا مرتفعة لكي يحافظ على نفس الرتم ونفس مستوى الفريق وأن يطور من أدائه، لأنه ما خسره انتهى، فالقادم هو الأهم بالنسبة للجماهير وللإدارة وللمدرب. نعم كابتن، النجران حتى الآن لا يخسر مع مدربه نزار محروس، رغم أنها 4 مباريات ليست مقياس عادل خلينا نقول، أو ليست مقياس قاطع عندما ننظر إلى ذلك، لكن كابتن هذه المسيرة ممكن تكون أيضا دافع معنوي للنجرانيين أكثر؟ هو بالتالي لو لاحظنا فريق نجران من المرتبة 7 حتى المرتبة 14 أكثر فريق فاز هو فريق نجران. نعم. وأكثر فريق خسر أيضا هو فريق نجران، طبعا نعم. الفريق الثاني بعد النهضة. هذا يدل على أن الفريق إما يبحث عن الفوز وإما أن يتقبل الخسارة، يعني ما ينظر إلى الأمور الوسط. وهذا ما عنده حلول وسط هذا الفريق حقيقة، وهذا أنا أعتقد يعني من وجهة نظري في ظل الـ3 نقاط هو الأفضل، لأنك أنت النقطة ما حتستفيد منها، ولو فزت 3 نقاط حتفرق عن يعني الفرق الأخرى، ولكن هذا الأمر أيضا يجعل فريق نجران أيضا بحذر يلعب المباراة. أيضا فريق الهلال يعني ما زال يبحث عن المنافسة على البطولة، وفريق يعني منافس وفريق له تاريخه وله سمعته وجماهيريته، على الرغم من فريق نجران من الفرق الصعبة جدا يعني اللي يمكن تتفوق عليها خصوصا في مثل هذه الأوقات. جميل. يعني فريق نجران يمتلك لاعبين، ولديه لاعب هداف اللاعب البرازيلي جادسون يعني متمكن ويسجل أهداف من أنصاف الفرص. جميل. فريق نجران فريق يعني مهما كان، ونزار محروس يعني أعاد الروح، المدرب العربي عادة يركز أو يجعل تركيز الكامل على الأمور النفسية، لأن فعلا لها تأثيرها على غالبية أو بعض الكثير من اللاعبين. السيناريوهات المحتملة أو وفق قراءتك الفنية أنت للمباراة ما هي؟ والله أنا أعتقد أن الهلال سيكون فريق أكثر يعني راحة وبحث عن الفوز بشكل أكبر، خصوصا أن الفريق خسر أمام فريق الشباب في آخر مباراة وظهر بمستوى متدني جدا، اللاعبين أمامهم مسؤولية للظهور بمظهر آخر في هذه المباراة، أيضا اللاعبين أمامهم ليست مباراة اليوم ولكن هي تعتبر استعداد لمباراة المنافس التقليدي النصر الأسبوع القادم، فمباراة اليوم لا تعني أنها مباراة فقط مع فريق نجران الباحث عن الهروب من المؤخرة وبحث عن 3 نقاط، ولكن أيضا هي تجهيز للفريق والاطمئنان للجماهير أن الفريق سيظهر بمظهر مغاير أمام المتصدر فريق النصر. لذلك المباراة ستكون حافلة وقوية. فريق نجران ربما يعتمد على هذه الجزئية ويركز عليها بأن فريق الهلال يبحث عن الفوز وربما تكون مفاجأة، ولكن أنا أعتقد أن فريق الهلال متمكن يعني أكثر من فريق نجران. نعم، الأخبار الواردة من معسكر الهلال أنه سيعود مدرب الهلال سامي الجابر سيعود للعب بطريقة 4-2-3-1 مع عودة محمد الشلهوب للقائمة، ايش رايك؟ دائما الهلال يلعب بهذه الطريقة عندما يواجه الفرق الكبيرة، الفرق المتوسطة فنيا او الصغيرة فنيا او يعني لا يواجههم بهذه الطريقة. والله أنا حقيقة أنا لا أتفق تماما مع تغيير خطط اللعب، لأن حقيقة تجعل اللاعبين مشوشي التفكير ولا يطبقونها بالشكل الذي يريد المدرب. تغيير نعم. طريقة اللعب من 4-1-4-1 إلى 4-2-3-1 وإلى 4-5-1، كل هذه الأمور كل طريقة لها أسلوبها ولها طابعها ولها أيضا اللاعبين حتى يتقنونها داخل الملعب يحتاجون وقت طويل حتى يكون هناك انسجام بين اللاعبين. لذلك أنا أعتقد أن سامي وضع هذه التشكيلة وهذه الطريقة لتجهيز الفريق للمباراة القادمة من فريق النصر وأيضا للبطولة الآسيوية، فأعتقد أنه سيبدأ بتطبيق هذه التشكيلة وهذه الطريقة حتى يعتاد عليه اللاعبين ويطبقونها أفضل تطبيق. عودة محمد الشلهوب لمنتصف الميدان، والله بلا شك محمد لاعب كبير ولاعب له اسمه وتاريخه وحقيقة ولاعب مؤثر وله تأثير السحري داخل الملعب على زملائه وحتى على مستوى الفريق. نعم. عودة محمد بلا شك، ولكن محمد الفترة الماضية كان مبتعد عن المباريات وعن أجواء المباريات، أعتقد أن محمد ربما يحتاج وقت حتى يتأقلم مع الفريق ويعود إلى محمد الشلوب اللي له خطورته وتسجيله. جميل. وتأثيره على الفريق، ولكن أنا أعتقد أنها عودة موفقة للكابتن محمد. شكرا جزيلا فيصل بثنين دولي السابق كان معنا من الرياض.
الشباب والتعاون أيضا مباراة مهمة فيها سباق نحو المرتبة الثالثة أو الدخول على الأقل في هذا المربع رباعي المقدمة. عبدالله درويش يقرأ في المواجهات السابقة بين الفريقين. هو اللقاء الثامن الذي يجمعهما منذ عودة التعاون إلى الدوري الممتاز الذي غاب عنه 12 عاما، ويملك الشباب في مواجهاتهما خلال مجريات هذه المسابقة نصيب الأسد بخمس انتصارات مقابل واحد للتعاون، فيما انتهى لقاء بينهما بالتعادل. في موسم 2010-2011 جمعهما ملعب بريدة خلال الأسبوع الثاني من الدوري، وحينها أوجع التعاونيون مرمى الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي لقاء الرد أخذ الشبابيون ثأرهم بذات النتيجة وأنهوا موسمهم رابعا مقابل الترتيب الثامن للتعاون. الموسم الذي تلاه شهد تتويج الشباب بلقب الدوري للمرة السادسة في تاريخه، وكانت مواجهته أمام الفريق الأصفر القصيمي طريقا نحو البطولة. فاز في الرياض بهدف وزاد هدفا آخرا في مواجهة بريدة، واحتل التعاون في ذلك الموسم الترتيب الثاني عشر منافسا على البقاء. لقاءات موسم 2012-2013 كرر الفريق الأبيض العاصمي سطوته على نتائج لقاءاته أمام التعاون، فاز ذهابا بهدف مقابل لا شيء، وفي الإياب رحل سكر القصيم خاسرا بهدفين مقابل هدف، وبعدها وصل الشباب إلى ثالث الترتيب، فيما كرر التعاون بقاءه في الثاني عشر. نهاية العام الماضي كانت مواجهة الدور الأول في الموسم الحالي، وحضرت خلال مباراة القصيم أحداثا دراماتيكية تسببت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها على ملعب القصيم. لقاء الخميس بين الشباب والتعاون هذه المرة يحمل حسابات خاصة قد تؤثر على سير منافسة الاثنين على بطاقة المركز الثالث والرابع للوصول إلى المشاركة في دوري الأبطال الآسيوي. عبدالله الدرويش، العربية. وفارق النقاط الست يجعل كثيرا من الفرق مهددة بالهبوط حسابيا. معين السواري يقرأ في هذه الحسابات. خمس نقاط فقط تفصل صاحب المركز قبل الأخير عن سادس الترتيب في الدوري السعودي، فريق يشعل المنافسة بين الفرق للاقتراب من مناطق الدفء والهروب من الخطر. نجران ثامن الترتيب يطمح في فوز على الهلال يرفع به رصيده إلى 27 نقطة، يتقدم بها مؤقتا إلى المركز السادس مزيحا الاتحاد بانتظار بقية منافسات الجولة الثانية والعشرين. تعادل نجران يدفعه خطوة واحدة للأمام بدلا من الفتح، فيما الخسارة قد تعيده خطوة أو أكثر للخلف بناء على نتائج بقية المباريات. نتحول إلى فريق الشعلة الذي يدخل الجولة بنفس رصيد نجران ومتأخرا عنه بفارق الأهداف، وسيبحث عن النقاط في هذه الجولة أمام العروبة. فوز الشعلة يدفع به للمركز السادس مؤقتا ب27 نقطة، شريطة عدم فوز نجران، وهي الحالة الوحيدة التي يتقدم بها على نجران، وإلا فإن التعادل أو الخسارة ستجعله تحت رحمة نتائج بقية المباريات الجولة. ومن فريقي 24 نقطة ننتقل إلى أندية العروبة والفيصلي والرائد والتي تمتلك نفس الرصيد 21 نقطة. التساوي قد تنهيه الجولة، فوز العروبة على الشعلة يرفع رصيد أبناء الجوف إلى 24 نقطة ليتجاوز الاتفاق مؤقتا، وفارق الأهداف يحدد موقعه مع الشعلة الذي يتقدم بفارق ثلاثة أهداف يحتاج العروبة لتعويضها، بينما خسارة العروبة تبقيه في موقع الخطر. مواجهة الفيصلي والرائد قد تنهي تساوي النقاط بينهما إلا إذا حضر التعادل، وبه يرتفع رصيد كل فريق إلى 22 نقطة مع البقاء قرب آخر الترتيب، بينما يمنح الفوز أحدهما الفرصة للتقدم مع العروبة في حال انتصاره رافعا رصيده إلى 24 نقطة. ثلاث مباريات قد تسفر عن خسارة نجران أمام الهلال وفوز العروبة على الشعلة، بالإضافة إلى عدم انتهاء لقاء الرائد والفيصلي بالتعادل. نتائج قد تفضي إلى حصول أربع فرق على نفس الرصيد وهو 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن صاحب المركز قبل الأخير، لتشتد المنافسة في المراحل المتبقية والتي تصبح النقطة فيها من ذهب. معين السواري، العربية. عن هذا الموضوع الشائك معنا صالح الحمادي الزميل الصحفي من الرياض. صالح، حسبة تعور الرأس، يعني ما معقول أنه من السادس إلى الأخير كلهم مهددين بالهبوط،
ايش نقدر نسمي هذا الدوري؟ مساء الخير زميل بتال، تحية موصولة لكافة المشاهد العربية. انت اختصرتها يعني بجملتين حول الشربكة والدربكة اللي صايرة في يعني اذا استثنينا النصر اولا والهلال ثانيا اللذان كانا يتنافسان على المركزين الاول والثاني في هذه البطولة، بقية الفرق يعني مع الاحترام التام للأهلي، الاتحاد، الشباب، تعاون كانت من الفرق التعاون طبعا بالتأكيد تعاون العين والرأس، من الفرق اللي يعتبر ربما هو يكون مع النصر من الفرق اللي من أفضل الفرق ثبات هالموسم ظهرت بصورة بالضبط تفضل. لكن بقية الفرق هي اللي ممكن تعطي زي الصخانة الخربانة في عز الشتاء اللي تعطي دش بارد دش حار للجمهور مساكين، وبالتالي يعني يذهبون للملعب ما يعرفون وش اللي ممكن يقابلونه. يعني تصور مثلا جمهور هلال على مستويات الأخيرة، نتكلم على مثل مباراة مع نجران، وأنا قابلت الكابتن نزار محروس ومساعدي، قلت ممكن نجران في ظل يعني تدهور أحوال الهلال وتباينها من المباراة الأخرى والكيرف اللي نازل، ممكن نجران أنه يعمل مفاجأة بكرة ويكسب الهلال، يعني ما نستبعد الشيء ذا. لكن المباراتين الأخريين الحقيقة هي عبارة عن نوك أوت سيستم، يعني خروج مغلوب. النقطة بست نقاط، يعني تتكلم على مثل الفيصلي والرائد لو أخذت حسابيا وقياسا حتى وهو يخسر 0-4 أمام النصر. النصر الفيصلي إلا أنه مثلا في مباراة الاتحاد كان ممتاز جدا مع الشباب، تقدم 3-0، يعني الفريق في نشوة تطور عكس فريق نادي الرائد اللي كان في بداياته جيد ومن ثم تراجع. تتكلم على مثلا العروبة والشعلة، العروبة كان أفضل من الشعلة بكثير في بداية الموسم، لكن في المباراة الأخيرة كان الشعلة أفضل، باستثناء أنه في الأسبوع الأخير ان الشعلة بصراحة دخل نفسه في حاجة لم يكن يعني يحتاجها ابدا، مثل جالس يحضر نفسه للسباق على سبيل المثال 1000 متر، ومن ثم فجأة راح وقال لا بعمل اركض 5000 متر علشان استعد اكثر واتورط. هما يعني ذهاب مع احترامي وتقديري ذهابهم الى المشاركة لمجرد المشاركة في أبطال الخليج او في مجلس التعاون مع احترامي وتقديري لهم انها اثرت عليهم في المباراة الاخيرة امام الفتح، لدرجة ان الفريق ظهر في المباريات الست الاخيرة بأسوأ مستوى باعتراف مدربه. مثل هذه المشاركات ومثل هذه الحسابات يعني دائما على الاندية بصراحة اللي تلعب دوري قريب، هذا دوري خاص، اللي تكلم على عروبة شعلة فيصلي رائد هذا دوري خاص بين هذه الفرق، مفروض دائما تركز تركيز كثير على اللعب مع الفرق القريبة منك، لان النقطة تعتبر بنقطتين او 3 نقاط بست نقاط. نعم. طيب صالح، شو اللي خلق هالطبقية في المستويات في الدوري السعودي؟ يعني قلنا الهلال والنصر في مستوى، الأهلي والشباب والتعاون في طبقة، ثم يأتيك ما بعد هؤلاء كلهم يتصارعون على الهبوط. طبعا نتكلم رقميا، يمكن يطلع لنا واحد اتحاد يقول لا احنا ما عندنا هبوط، بس رقميا حتى الاتحاد مهدد. صحيح، رقميا مثل هذه الأشياء والطبقية اللي تكلم عنها مثل كابتن نزار محروس، واحترم رأيه في هذا الجانب انه وزعها في طبقات، كلام منطقي وسليم. يعني تلعب فيها عدة امور بصراحة، جزء كبير منها لو لاحظت في دوري ركاء وحتى في الدوري الجميل تجد انه تعدد المدربين والابعاد المدربين والاقصاء والى اخره تجد انها احد اهم الاسباب. ايضا التغير الاداري، يعني كل اداري له اسلوبه في المعاملة والتعامل النفسي والتعامل التنظيمي والاداري والرزنامة اللي موجودة بالنسبة واستراتيجية حتى التعامل مع المباريات. يعني مثلا المدرب اللي كان قبل في نجران جوكيكا في اعتقادي الشخصي انه من افضل المدربين، لكن ربما انه هناك ظروف عدم تسديد مقدمات عقود. خلنا نقول سوء النتائج مثلا هو اللي ابعده، ما في شك. بس شوف يعني خلنا نتكلم على مثل النصر حظي باستقرار إداري يعني غير مسبوق في النصر، تشاهده ينهي الموسم ويبدأ الموسم بذات المدرب وذات الجهاز الفني وذات الجهاز الإداري وذات الرئيس وإلى آخره. مثل هذه الأمور ساعدت كثير في النصر يحصل على استقرار غير طبيعي، بدليل الكاريري مصرح اليوم في الصحافة السعودية يقول لي لن أجدد للنصر في الموسم المقبل ما لم يبقى رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، ولا لن أجدد. معناته مدرب ذكي يبحث عن الاستقرار ويبحث عن مثل هذه الأمور النفسية والمعنوية
في اعتقادي الشخصي انها احيانا ترجح بكفه الامور الفنيه. يجب ان يكون هناك بالانس كبير بين الشان الفني والشان الاداري والمعنوي. وليس هذا بصراحه في كره القدم فقط، نتكلم على اي مؤسسه تنظيميه ولا اي فريق عمل، يجب ان يكون فيها هذه الروح، سواء الروح المعنويه، الحماس، القتاليه، الحرص، الانضباطيه، وهذه الامور. لكن بالتباين اللي صار في الدوري السعودي، مع كامل الاحترام اللي يقولون انه والله من ضمن افضل 10 دوريات من ضمن التصنيفات، هذه تصنيفات في اعتقادي الشخصي تعتمد على النواحي المادية أكثر مما تعتمد على النواحي الفنية. جميل. ولا من الناحية الفنية ما أعتقد أن الدوري السعودي في مستوى جيد جدا، على الأقل من وجهة نظر الناس المتمكنين في الرؤية الفنية. جميل. صالح، بما أنه هذا صراع يعني مشتعل بين الفرق اللي من السادس وتحت على الهبوط، هي تقدم مباراة جذابة للجماهير بهذا التنافس القوي نحو النجاة؟ مباراتها جذابة مع بعضها؟ أكيد 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 بيناتها، يعني مثل ما فيه شاهدنا مثلا على سبيل المثال الحضور الجماهيري للهلال النصراوي في المباريات، لأنه أصبحت المنافسة بين النصر والهلال في المركزين الأول والثاني والآخرين. مثل هذه الأمور بالتأكيد أنها تجذب الجماهير. يعني لاحظ حتى في مباريات سابقة، في مواسم سابقة، عندما كان الأهلي قريبا من الاتحاد كان الحضور الجماهيري دائما كاباسيتي كاملة. الآن حتى بالنسبة للمباريات هذه بالتأكيد أنه صحيح أن الحضور الجماهيري عندما مثلا يأتي النصر أو الهلال لملعب الشعلة أو ملعب العروبة، الحضور أكثر من مباراة الشعلة، لكن الطابع التنافسي بالتأكيد حتى يدفع الجمهور الفريق الزائر أنه يذهب، لأنه على اعتبار أنه يلعب مع فريق منافس وأن الفوز ممكن يكون قريب جدا. جميل. لها انعكاسات جماهيرية، وإجمالا الحضور الجماهيري في هذا الموسم بسبب تقارب التنافس سواء في القمة أو في القاع، أنه أدت إلى ارتفاع الحضور الجماهيري بنسبة كبيرة جدا. شكرا جزيلا الزميل صالح الحمادي. وقفتنا الأخيرة نتابع بعدها حلقة هذا المساء فيها، قبل مواجهة الرائد الإيطالي جيوفاني سالينا، سيتمسك بأمل البقاء وسط الكبار.